صباح الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من زي الشمس، حلقه يوم الجمعه. عايز اقول لحضراتكم ان امبارح رئاسه الجمهوريه اصدرت موقع الكتروني جديد اسمه مرسي فيرست يير، او العام الاول للرئيس مرسي. هذا الموقع عنوانه عام من الرئاسة خطوات أو خطوات وتحديات. رئاسة الجمهورية على هذا الموقع عايزة تقول لنا إن كان في عدد من الإنجازات التي تحققت في العام الأول لرئاسة الدكتور محمد مرسي لجمهورية مصر العربية، وهناك العديد من التحديات كذلك. الموقع بيتكلم على 5 ملفات مهمة للغاية، منها ملف الأمن، وبيقولوا إن إحنا على سبيل المثال قدرنا نحقق نسبة نجاح 76% في استرداد عدد من الحالات اللي تعرضت إلى الاختطاف في مصر على مدار العام اللي فات. رئاسة الجمهورية كمان بتتكلم على المؤشرات الاقتصادية، وبتقول إن الاقتصاد نما في السنة اللي فاتت من 1.8 إلى 2.4، والاستثمارات الأجنبية زادت من 170 مليار تقريبا ل 182 مليار تقريبا. بتتكلم كمان الرئاسة على ملفات عديدة زي العدالة الاجتماعية وتحقيق الديمقراطية، كمان بتتكلم على السياسة الخارجية للرئيس، وفي الآخر بتقف وبتتكلم على مشكلة الكهرباء. بتقول إن نمط الاستهلاك في هذا العام 2013 اتغير عن العام اللي فات، وفي نسبة عجز موجودة، وبتتكلم كمان عن أسباب العجز من عدم دخول محطات جديدة لعجز في الوقود بسبب استخدام الناس للوقود وتهريبه. كمان بتتكلم عن إن هناك محطات جديدة كان المفروض تدخل الخدمة، ولكن أهالي المنطقة اللي موجودة فيها المحطات منعوا الناس إن هم يشغلوا هذه المحطات. بدعو حضراتكم ان انتوا تخشوا على mercyfirstyear.com وتشوفوا الموقع، تشوفوا التحديات والخطوات اللي قام بيها الرئيس مرسي. انا فاتح الموقع هنا قدامي وعايز الفت نظر حضراتكم الى عدد من الملاحظات. كلمة تحديات اللي رئاسة الجمهورية بتتكلم عليها هي بتشير بشكل واضح جدا إلى المظاهرات والاحتجاجات والمليونيات اللي حصلت على مدار عام كامل من رئاسة الدكتور محمد مرسي. اسمحوا لي، قدامي على الموقع هنا الصورة بتتقلب، كل شوية بيفكرونا بكام مظاهرة وكام وقفة احتجاجية. بيقولوا على سبيل المثال 7700 وقفة احتجاجية، 24 دعوة لمليونية، أكتر من 5000 مظاهرة. كمان في قسم خاص على الموقع اسمه إشاعات عن الرئيس مرسي. القسم ده مثير للاهتمام جدا، لأنه بيقول على سبيل المثال إن تكلفة أداء الجمعة أو صلاة الجمعة للرئيس مرسي اللي هو بيعملها من آن لآخر في أحد المساجد، بيقول إن دي إشاعة إن هي تتكلف 3 مليون جنيه. إن موكب الرئيس على سبيل المثال بيكلف الدولة 1.3 مليار جنيه في السنة. إن زوجة الرئيس تطلب حمام سباحة بمقدار يكلف الدولة 12 مليون جنيه. كمان بيتكلموا على قرارات فعلية اتخذها الرئيس مرسي. زي إيه مثلا؟ زي قرار عودة مجلس الشعب. في قسم الإشاعات بيقولوا إن هذا القرار تم اتهام الرئيس مرسي في إن هو ينتهك فيه حرية أو بينتهك فيه استقلال السلطة القضائية. الموقع ما بيتكلمش على حاجات كتيرة قوي، رغم ان هو راصد الانجازات، راصد هذه الخطوات الايجابيه من وجهه نظر رئاسه الجمهوريه، راصد كمان المظاهرات والاشاعات والاحتجاجات ضد الرئيس مرسي. ولكن في شويه اسئله كده الصحافه كانت بتتكلم عليها، الموقع مسقطها تماما وما بيتكلمش عنها. على سبيل المثال، الاحصاءات الامنيه اللي الموقع حاططها ما بتقولش هل المواطن المصري دلوقتي بيحس بالامن والامان ولا لا؟ هل عملية التثبيت على الطرق وسرقة السيارات زادت ولا قلت؟ هو بيتكلم على استرجاع عدد يبلغ 15,000 تقريبا سيارة مسروقة، ولكن ما بيقولناش من كام سيارة مسروقة. ما بيقولناش هل السيدات دلوقتي زي ما سمعنا امبارح مع الشاعر هشام الجخ أزواجهم بقوا بيشتروا لهم كلاب حراسة علشان يمشوا معاهم في الشارع ولا لا؟ واللي معهوش كلاب حراسة بيقعد يدعي ويصلي علشان مراته ترجع بالبيت سالمة، ولا الكلام ده مش موجود لأن الأمن قارب على التحقيق وقارب على الاستبداد في الشارع المصري؟ ما بيردوش ويقولوا لنا هل الكهرباء انقطاعها المتكرر سبب عجز الحكومة عن استيراد الوقود ولا حاجة تانية؟ كمان رئاسة الجمهورية ما بتقولش هل الرئيس اشترى سيارات جديدة فاخرة في سنة 2012 ولا اللي احنا شايفينه ده أوهام؟
هل طلبت الرئاسة بالفعل من مجلس الشورى في وقت الأزمة المالية، في هذا الوقت الصعب اللي بتعيشه مصر، هل طلبت رئاسة الجمهورية إن هي تزود الفلوس اللي بتاخدها من ميزانية الدولة ولا لا؟ طبعا هي طلبت، وطبعا الرئيس اشترى بالفعل سيارات جديدة زي ما شفناها على شاشات التلفزيون، وطبعا المواطن المصري عنده إحساس بفقدان الأمن في الشارع، دي مش إشاعات، دي حاجة كلنا عايشينها. ولكن رئاسة الجمهورية أعتقد أن الغرض من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني إن هي تأكد على أن هناك إنجازات عديدة تحققت في العام الأول من رئاسة دكتور محمد مرسي، رغم التحديات والصعوبات اللي في مربع أحمر كده طالع في الويب سايت في كل الصفحات بيقول عليها دعوات لمليونيات، مظاهرات واحتجاجات. النهاردة مظاهرة من المظاهرات دي، مش عارف هل بيحسبوا المظاهرات بتاعة التيار الإسلامي في المظاهرات اللي محطوطة على الموقع ولا لا، ولكن النهاردة عندنا مظاهرة للتيار الإسلامي هنغطيها مع حضراتكم على سي بي سي. المظاهرة داعية إليها 30 حركة وحزب إسلامي للتأكيد على السلمية ونبذ العنف. النهاردة بنسأل حضراتكم إذا كانت هذه المظاهرات ستؤدي الغرض منها ولا لا. ادخلوا على صفحة زي الشمس على موقع فيسبوك وقولوا لنا إذا كانت مليونية التيار الإسلامي النهاردة في مدينة نصر أمام جامع رابعة العدوية هي محاولة لاستعراض القوة قبل 30 يونيو، هي الرد على حركة تمرد بإظهار الدعم للرئيس، هل تعكس قلق الإسلاميين من مظاهرات 30 يونيو، أم هي مجرد مظاهرة فعلية تدعو لنبذ العنف والتأكيد على سلمية المتظاهرين في إبداء الرأي؟ خشوا على موقع فيسبوك وقولوا لنا رأيكم ايه، ومستنيين اجاباتكم على مدار الحلقة، مستنيين كمان تواصلكم بالاجابة على هذا السؤال عن طريق الاس ام اس، ابعتوا لنا على 92237 وقولوا لنا آرائكم ومقترحاتكم. النهاردة معانا ضيوف كتير وفقرات متنوعة، فقرات رياضية، فقرات تكنولوجية هنتكلم فيها عن مبادرات لدعم الشركات التكنولوجية الصغيرة، وكمان هنتكلم على ازاي حضرتك لو لسه متخرج من الجامعة وبتستعد للتقدم لأداء اختبارات الوظيفة إزاي تقدر تستعد استعداد جيد. كل ده بعد الفاصل، هنخرج لفاصل قصير نرجع علشان نشوف أهم العناوين الصادرة في الصحافة المصرية النهاردة، استنونا.